ميستي الصغير، إنه النسخة اليابانية للاعب برشلونة ليونيل ميسي، أو على الأقل هكذا يصفونه. يتمتع بمهارات كروية مثيرة للعجاب وهو معصوب العينين. الطفل الياباني تاوا ياماساكي ذو 9 أعوام يعتبر نجم برشلونة ليونيل ميسي لاعبه المفضل. يمارس كرة القدم منذ أن كان في 4 من عمره، ويشعر بسعادة كبيرة عندما يتجاوز خصومه كما يفعل ميسي. يعتبر الطفل الياباني المباراة معركة، ويود الانتصار فيها على الآخرين. ورغم إقراره بصعوبة ما يفعل، لكنه لا ينفي متعته، فهو بهذه المهارات سيصبح كما يقول كميسي أفضل لاعب في العالم.